السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت جديد في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. معانا مجموعه اخبار عن النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي ان شاء الله النهارده بيختتم استعداداته للقاء ايسترن كومباني في بكره، مباراه مؤجله في الدوري هتكون تحت قياده سامي قمصان. النهارده شفنا في التدريب حضور محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وزكريا ناصف علشان يشدوا من ازر الفريق ويدعموهم، ويعملوا اجتماع معاهم صغير كده علشان يحسهم على التركيز في الفترة الجاية، بالذات بعد رحيل موسيماني. وفي حاليا ملف المدير الفني الجديد للنادي الاهلي بيتم التفاوض عليه، فقال لهم مالكوش دعوة بالموضوع ده وركزوا مع المدير الفني بتاعكم وركزوا في ماتشاتكم عشان تقدروا ان شاء الله تحققوا نتائج ايجابية في الماتشات الجاية. ده بالنسبة لاستعدادات النادي الاهلي. ولكن في مصدر من النادي الاهلي كشف ان في عرضين جايين لبدري بنون للرحيل عن النادي الاهلي في الفترة الجاية. العرضين، عرض منهم من العين الاماراتي ب 4 مليون دولار يشتروا بقيه العقد بتاع بدر بنون من النادي الاهلي، وفي عرض من قطر القطري ب 2.5 مليون دولار. ولكن رد النادي الاهلي كان عليهم بالرفض، لان النادي الاهلي مش عايز يفرط ولا يبيع اي لاعب في الفتره الحاليه، وعايز يخلي اللعيبه كلها موجوده في الفتره الجايه معاه، بالذات اللعيبه اللي كانت في القوام الاساسي عشان يقدر يعتمد عليهم الفتره الجايه، وبعدين لما الفريق يستقر ساعتها يبدا يفكر هيبيع مين وهيسيب مين. كمان في صفقة جديدة جاية للنادي الأهلي، مصدر من نادي بيراميدز كشف وقال إن محمد حمدي خلاص الموسم بتاعه أو العقد بتاعه بيخلص مع نادي بيراميدز، ومن ثم هيرحل عن نادي بيراميدز ويروح النادي الأهلي. وقال إن محمد حمدي بلغ زمايله إن هو خلاص ما عادش عايز يكمل في بيراميدز في الفترة الجاية، بعد ما كان طلع كلام في الفترة اللي فاتت إن في كلام من إبراهيم سعيد إن محمد حمدي هيجدد، ولكن الكلام ده كان شفوي وما كانش فيه أي إمضاءات أو أي تجديد للاعب. فاللاعب بلغ زمايله خلاص اللي هو راجع للنادي الاهلي من تاني، وان هيكون موجود في النادي الاهلي ان شاء الله في الموسم الجديد. طبعا الموضوع ده خلصان من شهر واحد اللي فات، من 3 شتوية النادي الاهلي موقع مع محمد حمدي. محمود وحيد هيطلع على سبيل الاعاره او هيتباع، علي معلول تقدم في السن فمش هيقدر يديك طول الموسم زي ما هو بيعمل حاليا، فبالتالي هيكون محمد حمدي اضافه قويه للنادي الاهلي في الفتره الجايه، واللاعب جاي بعد انتهاء العقد بتاعه من بيراميدز، فبالتالي مش هيكلف خزينه النادي الاهلي اي فلوس يضمه في الفترة الجاية، وهو خلاص وقع عقوده مع النادي الأهلي وتبقى بس انضمامه بشكل رسمي في بداية الموسم الجديد إن شاء الله. ودي يعتبر أول صفقات النادي الأهلي الرسمية في الموسم الجديد. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة. سلام.